بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 148. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام النكاح شرع في بيان إنهاء النكاح، لأن الزوجين قد يحصل بينهما ما يستدعي إزالة عقد النكاح. ومن إزالة عقد النكاح أن يزال بالخلع أو بالطلاق. فالخلع هو فسخ الزوج لزوجته على عوض تدفعه له أو يدفعه غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. نعم، الخلع هو فسخ زوجته على عوض، ويصح بذل هذا العوض من الزوجة بأن تدفع لزوجها شيئا من المال في مقابل أن يخلعها، وكذلك يصح من أجنبي، يصح بذل هذا الخلع من أجنبي، لأن في ذلك تخليصا للزوجة من زوجها، كما يخلص الأسير من بالمال، كذلك تخلص الزوجة من زوجها بالمال، فيصح هذا من الأجنبي. نعم، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، هذه مبررات الخلع، مبررات الخلع، إيقاع الخلع بين الزوجين. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أي هيئته، كان يكون فيه دمامة أو فيه ما لا يسوغ لها أن تنظر إليه من خلقه أو خلقته، أو كرهت خلقه بضم الخاء، نعم، وهو ما يتحلى به من الأخلاق السيئة بالنسبة لها. فالخلق هو الصورة الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة للزوج. فإذا كرهت أحد الأمرين، خلقه أو خلقه، فلها أن تفتدي منه، لأنها لو بقيت معه تخشى ألا تقوم بحقه لكراهتها له. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وحدود الله هنا المراد بها العشرة بين الزوجين، والمراد حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. فإذا خافت المرأة أن لا تقوم بحقوق الزوج لأنها تتكرهه وتتبرم منه، فإنها يشرع لها أن تفتدي منه بالخلع إزالة للضرر. نعم، أو نقص دينه. يقول: فإذا كرهت أو كرهت نقص دينه بكون غير ملتزم
بالطاعة أو بالعبادة، عنده تساهل في الطاعة والعبادة، فهذا يسوغ لها أن تطلب الخلع منه لتبتعد عنه لئلا يؤثر عليها في دينها. نعم. أو خافت إثما بترك حقه، أو خافت إثما بترك حقه لكونها تكرهه، وربما تحملها كراهتها له على أن تقصر في حقه، فلها حينئذ أن تخالعه، وهو ما يسمى بالافتداء. وهذا كما في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالخلع إذن ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، لأن جميلة زوج ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كرهته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أعيب على ثابت، ما أعيب عليه شيئا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي الكفر العشير، المراد بالكفر هنا كفر العشير، أكره الكفر في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت رضي الله عنه أن يأخذ الحديقة التي أصدقها إياها وأن يفارقها، فقبل ذلك رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعد ذلك أبيح الخلع وإلا كره ووقع. نعم، يعني إذا وجدت هذه المسوغات التي مرت فإنه يباح للزوجة أن تخالع زوجها تفاديا للوقوع في المحذور. وإن لم يكن هناك مسوغ وكانت الحال مستقيمة فإنه يكره لها أن تطلب الخلع، بل ربما يحرم عليها، لما جاء في الحديث: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. نعم. قال: وإلا كره ووقع. نعم. فإذا إذا إذا جرى إذا جرى الخلع من غير مسوغ مما سبق فإنه يكره، لأنه لا داعي له، ولأن فيه إنهاء لعقد النكاح الذي فيه المصالح العظيمة، فهو يكره ولكنه يقع مع الكراهة. نعم. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها، نعم، لم يصح الخلع. نعم. إذا اضطر الزوجة إلى أن تخالعه، الزوجة ترغب فيه وتريده، ولكنه هو لا يريدها، ولكنه يمسكها من أجل أن تتضرر فتفتدي منه، ففي هذه الحالة يحرم عليه ذلك، لأنه خلع من غير مسوغ. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة هي الزنا. فإذا أمسك الرجل زوجته وهو لا رغبة له فيها، وإنما يريد وهو لا رغبة له فيها ولا يقوم بحقها، وإنما يريد أن تمل وتتضجر ثم تطلب الخلاص منه والفدية بشيء من المال، فهذا حرام عليه لهذه الآية الكريمة: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. والواجب على الزوج إذا لم يكن له رغبة في المرأة، الواجب عليه أن يفارقها من أجل أن تتزوج بغيره ممن تصلح حالها معه، قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله
كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نعم. قال: ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. نعم، إذا كان أما إذا كان عضل الزوج لزوجته لمسوغ شرعي، لأن تكون تفعل فاحشة وهو الزنا، أو أنها تترك فرضا من فرائض الله كالصلاة كونها لا تصلي، أو لا تقوم بحقه، فإنه حينئذ يسوغ له أن يعضلها حتى تفتدي منه. نعم، أعد. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. ولم يكن أيضا لنشوزها، لأن تمتنع من حقه. النشوز هو امتناع المرأة من حق زوجها. فإذا كان لأحد هذه الأمور، أنها تفعل فاحشة، أو أنها تنشز عنه وتمنع حقه عليها، أو أنها تسيء في دينها بأن تترك فرضا من الصلوات الخمس أو الصيام، صيام رمضان، فحينئذ يسوغ للزوج أن يمسكها حتى تفتدي منه. قال سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. قال: ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. أما إذا عضلها من غير ظلم، كما ذكرنا، نعم، عضلها من غير ظلم لكونها نشزت عنه، أو لكونها تترك واجبا من واجبات الدين، أو كونها ليست صيّنة في عرضها، نعم، فهنا إذا عضلها فهو غير ظالم. نعم. ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. نعم، إذا عضلها ظلما لم يصح الخلع كما سبق، لأنه ظلم، نعم، وأخذ للمال بغير حق. نعم. ثانيا، إذا خالعت الصغيرة التي لم تبلغ، فإنه لا يصح الخلع لكونها لا يصح تصرفها، والخلع يكون بمال، وهي لا يصح لها التصرف بالمال. أو المجنونة كذلك، إذا خالعت المجنونة ولو كانت كبيرة، فإنه لا يصح اختلاعها، لأنها غير رشيدة، ولا يصح تصرفها بالمال، والخلع يكون بالمال. نعم. والسفيهة كذلك، السفيهة وهي التي لا تحسن التصرف بالمال، هي عاقلة وبالغ، لكنها لا تحسن التصرف بالمال، فهذه إذا خالعت لا يصح خلعها. نعم. أو الأمة بغير إذن سيدها. أو الأمة خالعت زوجها، الأمة المملوكة خالعت زوجها بمال، فإن كان بإذن سيدها جاز ذلك، وإن كان بغير إذن سيدها لم يجز ذلك، لأنها ليس لها مال، وما ملكت فهو لسيدها، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه. نعم. قال: بعد ذكر هذه الصور لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا. لا يصح خلعا ولا يستحق به مال، لكن إن نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا، أي له مراجعتها ما دامت في العدة. نعم. إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم، يصح طلاقا إذا قال طلقتك على كذا وكذا، وهي لا يصح تصرفها، فإنه يصح طلاقا ويكون بدون عوض، لكون الذي بذل العوض لا يصح تصرفه، ويكون طلاقا رجعيا. أو كان بلفظ الخلع، مثل خالعتك على كذا وكذا، وهي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو مملوكة بغير إذن سيدها، في هذه الأحوال لا يصح الخلع، لكنه إذا نواه طلاقا صار طلاقا ويجري عليه حكم الطلاق. نعم. إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
أو كان خلعا بنية الطلاق. نعم. معنى لو أجراه بغير ذلك وهو لا يتلفظ بطلاق ولا ينوي طلاقا ماذا يكون؟ ما يمكن أنه يجريه بغير لفظ الطلاق أو لفظ الخلع أو الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق، أو كنايته وقصده طلاق بائن. نعم، الخلع إذا كان بلفظ الطلاق مثل طلقتك على عوض كذا وكذا فإنه يقع طلاقا ويسمى الطلاق على عوض، ويكون بائنا بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. أو كان بكناية الطلاق مثل أنت بائن، أنت بائن أو أنت بتة أو بتلة، من كناية الطلاق مع نية الطلاق، فإنه يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى. نعم. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا. أما إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي به الطلاق في أحد هذه الألفاظ، لم ينوي الطلاق، فإنه يكون فسخا لا طلاقا، ولا ينقص به عدد الطلاق، ولكنه يكون فسخا بائنا بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. ولا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة، لا ينقص به عدد الطلاق. الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفدية إذا لم ينوي به الطلاق فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا، فلا ينقص به عدد الطلاق. فلو فرضنا أنه طلقها طلقتين ثم خالعها، طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها، لا نقول إنها قد تكاملت الثلاث وبانت بينونة كبرى، لأن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه واستدل بهذه الآية: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله، ثم قال بعدها: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فانظر كيف ذكر طلقتين في الأول ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لتكاملت به الثلاث وصار الطلاق الذي بعده رابعة. نعم. صار الطلاق الذي بعده طلقة رابعة، وهذا غير موجود في الإسلام، ليس فيه طلاق أربع، فدل على أن الخلع لم يحتسب طلقة من الطلاق. نعم. هل لأن ذلك يعني الطلقات الثلاث من حق الرجل وأن الخلع ما دام بطلب المرأة فلا ينقص من حق الرجل في الطلاق؟ لا يدخل في الطلاق، لأنه لا يدخل في الطلاق. نعم. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. نعم، إذا خالعها خلعا صحيحا وصارت في العدة ثم طلقها فهذا الطلاق لا محل له، لأنه صادف امرأة بائنا بالخلع فهو كوجوده كعدمه. نعم. قال: ولو واجهها به. ولو واجهها به فقال لها: أنت طالق، وهي في عدة من الخلع، فهذا الطلاق لا قيمة له ولا تأثير له، لأنه صادف امرأة بائنا بينونة صغرى. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه. ولا يصح شرط الرجعة في الخلع لأنه بائن، والبائن ليس فيه رجعة. نعم. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. نعم، إذا خالعها بغير عوض، قال: خالعتك أو فسختك أو فاديتك، وليس هناك عوض،
فإن هذا الخلع غير صحيح، لأن من شرط الخلع أو من شرط صحة الخلع أن يكون على عوض، قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا فإن خالعها، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم، أو خالعها بمحرم فيه عوض لكن هذا العوض محرم كالخمر والخنزير وكل ما هو محرم، فإن وجود هذا العوض كعدمه لا يعتد به، فيكون الخلع وقع بغير عوض، وما دام وقع بغير عوض فإنه غير صحيح، لكن إن نوى به الطلاق صار طلاقا، وإن لم ينوي به الطلاق فليس بشيء. نعم. قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم، إن كان تلفظ بالطلاق محل الخلع فإنه يقع الطلاق، أو تلفظ بالخلع أو الفسخ أو الفدية مع نية الطلاق فإن هذا يصلح كناية للطلاق فيقع بها الطلاق. نعم. وما صح مهرا صح الخلع به. ما صح مهرا كما سبق من المال أو المنافع فإنه يصح الخلع به. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه ولا يزداد، يعني ولا يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا النهي للكراهة، لأن الله جل وعلا يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فأطلق ولم يحدد الفدية، فدل على أنه يجوز أن يكون بأكثر مما أعطاها، إلا أنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. نعم، إذا خالعت حامل بنفقة عدتها، لأن الحامل إذا فورقت وهي حامل بطلاق أو خلع فإن لها النفقة، وتكون النفقة للحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإذا قالت لا أريد منك نفقة لي في وقت الحمل على أن تخالعني على ذلك صح هذا، لأن هذا معاوضة، فهي عاوضته بنفقتها عليه فيصح الخلع بذلك. نعم. ويصح بالمجهول. ويصح الخلع بالمجهول، كان تقول أخالعك على حمل هذه الدابة أو على ما تحمل به هذه الشجرة، أو أخالعك على ما في هذه الدار، أو أخالعك على ما في يدي، وهما يجهلان ما هذا الشيء، فيصح الخلع به ويكون له ما وجد، يكون له ما وجد قليلا كان أو كثيرا. نعم. فإن خالعته على حمل شجرتها أو آمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. أو خالعته على عبد والعبد مجهول صح الخلع. نعم. ويأخذ ما يقع عليه الاسم. نعم. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. نعم، إذا لم يكن هناك حمل في الدابة أو الشجرة أو الدار ما فيها دراهم، أو لم يكن هناك عبد، فإنه يأخذ أقل ما يقع عليه الاسم. نعم. ومع عدم الدراهم ثلاثة. ومع عدم الدراهم يصح له ثلاثة دراهم، لأنها أقل الجمع، فإذا قال خالعتك على عبد ولم تبين هذا العبد يقع على أقل ما يسمى عبدا، وكذلك ما في الدار ما في الشجرة ما في، فيقع الخلع على أقل ما يتحقق به هذا الاسم ولو كان قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل
وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم، إذا علق طلاقها على مال بأن قال متى أو إذا أو إن، هذه أدوات شرط. نعم. للمستقبل، أدوات شرط للمستقبل. فإذا قال إذا أعطيتني كذا فمتى أعطته فإنها تطلق، لأنه وقع المعلق عليه فيقع الطلاق، ولو تراخى يعني ولو تأخر ذلك، لأنه لم يحدد لها وقتا، وما دام لم يحدد لها وقتا فمتى وجد المعلق عليه حصل المعلق. نعم. قال وإن تراخى، يعني وإن تأخر إعطاؤها إياه عن تلفظه. نعم. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، بانت واستحقها. نعم، إذا قالت هي اخلعني على ألف ريال أو بألف أو ولك ألف ففعل يعني خلعها، فإنه يصح الخلع ويجب عليها أن تدفع له هذا الذي قطعته على نفسها. نعم. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. وإن قالت طلقني واحدة، طلقة واحدة بألف، فطلقها ثلاثا أكثر مما طلبت استحق الألف، لأنه زادها أكثر مما طلبت، زادها أكثر مما طلبت، وهذا من مصلحتها أنها تبتعد عنه. نعم. وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، لو قالت طلقني ثلاثا ولكنه طلقها واحدة، إذا قالت طلقني ثلاثا ولك كذا وكذا من المال فطلقها واحدة لم يصح، لأنه لم يحقق طلبها، يعني لا يستحق عليها شيئا ويقع الطلاق. نعم. قال إلا في واحدة بقيت، إلا إذا قالت طلقني أكثر من واحدة ولكنه طلقها أقل مما طلبت، فإنه حينئذ يصح إذا كانت لم يبق لها إلا طلقة، لأنه يحصل المقصود. نعم. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغيرة ولا طلاقها. نعم، لا، الأب يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة وأن يزوج ابنه الصغير، لكن ليس له أن يخالع عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق من حق الزوج والخلع من حق الزوجة، فلا يقوم بهما أحد عنهما، لأنه ليس لهما حظ في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يخلع زوجته ابنته بشيء من مالها هي، أما لو خالعها بماله بشيء من ماله هو صح، لكن إذا خالعها بشيء من مالها هي إنه لا يصح، لأن مالها ملك لها. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، لأن مالها حق لها، وهو لم يأخذ منه شيء لنفسه حتى نقول له ذلك، لأن الولد وماله لأبيه، إنما خالعها بشيء من مالها، فهو تصرف بمالها لها هي بدون إذنها، فلا يصح. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. نعم، إذا كان للزوجة ديون على زوجها أو غير ذلك من الحقوق وخالعها، فإنه لا يسقط ما عليه لها من الحقوق. نعم. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق. إذا علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت الصفة في حالة البينونة، ثم تزوجها ثم وجدت الصفة مرة ثانية، فإنها تطلق ولا تنحل لليمين بوجود الصفة في حالة البينونة، لأنه علقها على وجود الصفة إذا وجدت وهي في عصمته، علق الطلاق على الصفة إذا وجدت في عصمته،
والصفة إنما وجدت وهي بائن فلا يتعلق بها حكم. مثل ماذا أحسن عليكم؟ مثل ما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا. نعم. دخلت الدار في حالة البينونة ثم تزوجها ثم دخلت الدار تطلق، ولا نقول إن اليمين انحلت بدخولها الأول، لأنها يوم تدخل في الأول وهي في غير عصمته. نعم. قال كعتق وإلا فلا. كالعتق إذا علقه على صفة، إذا علقه على صفة ثم وجدت في حالة كون الرقيق في غير ملكه ثم اشتراه مرة ثانية وملكه ثم وجدت الصفة فإنه يعتق. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.